بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي يا طلبة الاعزاء. ان شاء الله نكمل المحاضرة الاولى اللي توقفنا عند موضوع generation of petroleum or origin of petroleum، يعني اصل البتروليوم. يعني بالحقيقة هناك عدة نظريات، ومن هذه النظريات اللي إن شاء الله نحاول نتناولها محاضرتنا اليوم هي النظريات العضوية والنظريات الغير عضوية أو الإحيائية وغير أو اللا إحيائية. النظرية الأولى اللي هي الأبيوجينيك ثيوري هي النظرية اللا إحيائية اللي تعتمد على جانب غير عضوي، اللي هي the abiotic hypothesis is that the full suite of hydrocarbons found in petroleum can be generated in the mantle. يعني يقول هذه النظرية ممكن أن يجمع بها مجموعة كاملة من الهيدروكربونات كأويل، وبالتالي تنوجد أو تتولد عند طبقة المانتل. وحضراتكم تعرفون المانتل هو الطبقة اللي تقع أسفل الكراست أو القشرة، وهذه الإنتاج أو التوليد للهيدروكربون هو by abiogenic process and these hydrocarbons can migrate out of the mantle. يعني بعد ما تتولد هذه الهيدروكربونات ممكن أن تهاجر إلى مناطق أخرى اللي هي عادة تكون مناطق الأعلى من عندها، المناطق ذات الضغط الأقل اللي هي الكراست بالتأكيد، escape to surface or trapped، أو تنصاد في يعني مصائد معينة تركيبية by impermeable strata. impermeable strata يعني يقصد بها الطبقات الغير نفاذة، واللي هي بالتأكيد يعني تعرفون الطبقات الغير نفاذة أما تكون شيل أو تكون طبقات طباشيرية أو إلى آخره من الشروط الخاصة بالبتروليوم ريزرفوارز. هذه النظرية يسمونها نظرية الأبيوجينيك ثيوري. أما النظرية الأخرى البيوجينيك ثيوري اللي هي بالحقيقة اللي هي الأكثر النظريات اللي المعتمدة بالوقت الحاضر، واللي هي تعتقد أنه البتروليوم يأتي من خلال تأثير الهيت أند بريشر على الأورجانيك ريماينز أوف ليفينج أورجانيك ماتر، يعني درجات الحرارة والضغط على المادة العضوية أو الكائنات الموجودة في البيئات الترسيبية. لكن هناك جماعة الأبيوجينيك ثيوري يقولون أكو أدلة إحنا خلتنا إن نقول هذه النظرية هي بالحقيقة موجودة، ومن هذه الأدلة هي الميتوريتيز and other extraterrestrial bodies اللي هي النيازك وكذلك الأجسام الخارجية. زين، وجدوا بها دلائل على وجود الميثان، هذه واحد. اثنين، أيضا لاحظوا أنه all the compounds of petroleum can be prepared by inorganic methods، يعني بهذه الطريقة الغير عضوية ممكن أنه يوجدون كل المكونات اللي تكون البتروليوم. زين، ايضا thermodynamically ميثان كان polymerize to higher homogeneity at high temperature and pressure mantle pressure temperature. يعني لاحظوا ايضا الميثان عندما يتبلمر بدرجات حرارة وضغط معينين متجانسين متماثلين ممكن انه ينتج عندنا ايضا البتروليوم. ايضا لاحظوا من الأدلة الأخرى هو وجود النفط في صخور الجرانيت الصخور النارية في فيتنام. زين، هذه الأدلة الخاصة بالنظرية الأولى النظرية اللا إحيائية. أما المشاكل أو المحددات الخاصة بهذه النظرية هي يعني بالحقيقة يعني مثلا غير ممكن التنبؤ بها الانبريدكتبل، وديز نوت اكسبت biomarkers، يعني ما وجدوا اي جانب احيائي بها. ايضا هي لا تدعم نهائيا ولا تشرح لنا طريقه الاوبتيكال روتيشن او التدوير الضوئي او الاستقطاب الضوئي اللي موجود بالليكويد الخاص بالبتروليوم، وكذلك هي عدم وجود عنصر البوروفيرين اللي موجود بالبتروليوم، وكذلك موضوع الكربون الايزوتوب كومبوزيشن اوف بتروم ايضا ما تدعم السي 13 والسي 14.
زين. أما النظرية العضوية، النظرية العضوية بها أدلة كثيرة تدعمها. من هذه النظرية أنه الأورجانيك ماتر آن بتروليوم، الأورجانيك ماتر كمادة عضوية، أما البتروليوم هو اللي ينتج من الأورجانيك ماتر. لاحظوا دائما are made of dominantly carbon and hydrogen، يعني بشكل عام دائما تكون متكونة من عناصر الكربون والهيدروجين، وكذلك موجود النيتروجين. إذن الهيدروكربون هو من اسمه هيدروكربون، يعني عندك عنصر هيدروجين كربون بالإضافة إلى وجود النيتروجين. أيضا لاحظوا لا يقبل الشك أنه الأوبتيكال روتيشن، الاستقطاب الضوئي of wind polarized light is seen in some organic substance and petroleum. يعني عندما ناخذ الليكيود الخاص بالبتروليوم اللي جاينا من الجانب العضوي، نلاحظ انه الاستقطاب الضوئي واضح جدا من خلال الجهاز. طبعا لاحظوا ال presence of porphyrin موجود، شواهد عضوية biomarker موجودة، وكذلك الدراسات ال paleontological studies have also suggested organic origin of petroleum. كل هذه الدراسات هي تدعم الجانب العضوي لوجود النفط. أما أخواني محددات هذه النظرية فهي قليلة جدا. مثلا it is not possible to generate long chain hydrocarbons by polymerization at low temperature and low pressure. من الصعب جدا انه تجد انت سلسلة طويلة من الهيدروكربون، لانه بالتأكيد الهيدروكربون مو واحد، هناك سلاسل عديدة للهيدروكربون، لذلك تختلف انواعه، وبالتالي كبولمرايزيشن بدرجات ضغط وحرارة قليلة مو ممكن ان تحصل عليه. هذه واحد. اما اثنين the average concentration of hydrogen الى الكربون كنسبة، يعني تركيز الهيدروجين للكربون قليل بالأورجانيك ماتر مقارنة بالبتروليوم، وكذلك وجود الهيليوم في بعض الغازات، وهذه اللي ما ممكن من خلاله شرح نظرية النظرية العضوية. هذه الأصل الإحيائي من اللاإحيائي للأويل. طبعا هذه الفيديوهات كلش مهمة توضح لكم يعني الجيولوجيا النفط بشكل عام، وإذا ما تشتغل عندكم أحاول أدرسها لكم بس بممثل يراسلني. تحياتي لكم جميعا.